في اليمن قتل ناشطان من الحراك الجنوبي وجرح 13 شخصا آخرين بينهم شرطيان في مواجهات مع الشرطة في عدن وسط توتر كبير بين المؤيدين والمعارضين للوحدة اليمنية. ويستعد الحراك الجنوبي المطالب بغالبيته بالانفصال عن الشمال والقوى المؤيدة للوحدة وللتجمع اليمني للإصلاح إلى التظاهر في ساحة العروض وسط مخاوف من مواجهات بين الجمهورين. قتل 3 جنود عراقيين وأصيب 5 آخرون بجروح في هجوم مسلح استهدف حاجزا أمنيا قرب مدينة سمراء الواقعة في محافظة صلاح الدين شمال بغداد. وتشهد هذه القرية المحاذية لمنطقة العظيم التي كانت ملاذا آمنا لتنظيم القاعدة في السابق تزايدا في أعمال العنف والقتل ضد القوات الأمنية. قتل 7 أشخاص بإطلاق النار عليهم من مسلحين في بلدة كينية تبعد حوالي 15 كيلومترا عن الحدود مع الصومال، ولم تتبنى أي جهة الهجوم ولم تعرف دوافعه. في مالي تدور معارك عنيفة في غاو، كما اندلعت النيران في قصر العدل في هذه المدينة التي شهدت بين 8 و10 من شباط أعمال عنف على أيدي مقاتلين إسلاميين مسلحين. واستعاد جنود فرنسيون وماليون المدينة من الإسلاميين المسلحين المرتبطين بالقاعدة في 26 من كانون الثاني.